إجازة عيد الفطر الطويلة هي الفرصة المثلى للعائلات للخروج والاستمتاع بنزهات تدخل البهجة على قلوب أفرادها وخاصة منهم الأطفال. وهذه جملة من الأفكار قد تساعدكم على ضبط برنامج مرح عائلي شيق. الذهاب إلى الحدائق المائية يمثل أحد مشاريع ليس للترفيه فقط والهروب من وطأة الحر الشديد، بل وكذلك مناسبة للاشتراك كامل العائلة في نشاط يجمع بين الرياضة والترفيه والمرح، ألا وهو السباحة. بالسباحة نقوي عضلاتنا وأوعيتنا الدموية ونحرق الكثير من السعرات الحرارية، وطبعا إلى جانب اكتساب مهارة ذات أهمية. اقتراح آخر، زيارة عالم دبي للرياضة، ففي هذا الملعب المغطى والمكيف توجد عديد الملاعب مختلفة الاختصاصات لجميع أفراد العائلة، وكثير من المرافق هناك تمرين فيها بالمجان كمثل مضمار الجري وتجهيزات قاعة الرياضة وطاولات. البينج بونج وبمبلغ بسيط يمكنكم أيضاً استعمال العديد من ملاعب والساحات لرياضات متنوعة، ملاعب كرة القدم وملاعب الكرة الطائرة كرة السلة والتنس وأخيرا إذا كان معكم أطفال صغار اجعلوا حدائق الترفيه وجهتكم، فهناك العديد من فضاءات الترفيه المغطاة والخارجية، وهي تحتوي على معدات متطورة وآمنة وتمثل نقطة جذاب مهمة للعائلات وأطفالهم، بما تشتمل عليه من ألعاب وركوب دراجات ومغامرات وعروض مختلفة. كل هذا بالتأكيد سيجعل من العيد مناسبة للمحبة وللفرحة.